نعمان، تعلم أينما ذهبت في البلاد العربية يسألوني عنك؟ أنت مشهور يا نعمان. يعرفونني. والآن البلاد العربية تسأل عنك يا أبا ديار، تاريخ صحفي وأدبي وإخراجي في العراق ومحيطه، وعلى مدار 89 عاما طوي اليوم برحيلك من عمان. فيصل عبد الله الياسري المولود عام 1933، انطلق صحفيا عام 1948 ليدخل بعدها عالم الأدب بمجموعاته القصصية في الطريق ورواية كانت عذراء. دخل عالم السينما ليحصل على امتياز في فن الإخراج والإعداد التلفزيوني من فيينا. أخرج في تلفزيون بغداد لينتقل إلى تلفزيون ألمانيا حتى عام 1962، وإلى التلفزيون السوري وصولاً لفيلم الرأس في العراق عام 1976. أخرج الياسري أفلاماً تسجيلية وحوالي 10 أفلام روائية، منها النهر وباب الحبيبة والقناص الذي أظهر الشاعر نزار قباني بشخصيته الحقيقية راثياً بيروت. آهي كم كنا قبيحين وكنا جبناء عندما بعناك يا بيروت في سوق الإماء، وحجزنا الشقق الفخمة في حي الإليزي وفي ميفير لندن. تزوج الفنانة العراقية هند كامل بطلة فيلمه حلم وردي ليخرج معها عملا عراقيا يقتحم الزحام السياسي ويصنع الأمل. وباحتراف غير بعيد عن وطنه أخرج برنامج الملف الذي لخص آثار العمليات العسكرية على العراق في حرب عاصفة الصحراء. يقول لا شيء عندنا ضد الشعب العراقي، ولكن سرعان ما ظهر على حقيقته. سيد الإخراج مع افتح يا سمسم وغرامات خاصة، والمرايات الآن تودعك. أنا أفتخر بي بانتمائي إلى الوطن العراق. رحلت والهوية تفتخر بعراقيتك. وداعا أبا ديار.